السلام عليكم اخواتي اخواني، لاباس عليكم؟ هاني، ناس اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم سيوات ليلى وسلمى الميريه، عندو معكم اليوم وصفه جديده ان شاء الله، نتمنى تعجبكم وصحيه ومفيده بزاف في هذا البرد وفي رمضان ان شاء الله. الفطور او الكوتي، مرحبا بكم معنا. الله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي كل مريض. وكنشكركم مجددا، نشكر عليكم بزاف بزاف الدعم ديالكم والتسجيل ديالكم، الحمد لله وشكر الله على كل حال. بعدين نعطيكم الصحة والسلامة وراحة البال. غادي نبدا معكم المقادير. عندي هنايا يعني نص كيلو ديال البلبولة أو كتر من نص كيلو، خويا عندي البلبولة هنا ديال الدار. عندي هنا جوج بصلات مسلطين كبار أو تا تلاتة البصلات. عندي هنايا معدنوش الجاف، إن شاء الله دابا درا صورت ويمكن شي فيديو. عندي هنا الدقيق ديال الشعير ديال البلبولة، عندي هنا الدقيق الكامل بالنخالة ديالو، عندي هنا شوية الفورص، عندي هنا دقيق الذرة، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الكمون، عندي هنا الزعتر معلقة صغيرة، عندي هنا معلقة ديال النافع، وعندي هنايا حبة السوداء أو السانوز، عندي هنايا الملحة. المهم عندي هنا غندير معلقة الخميرة بلدية، غندير معلقة الخميرة البلدية. أول حاجة غندير غنرطب البلبولة بالماء الطايب، نخليها واحد يعني نرطبها شي ربع ساعة. أنا غليت الماء، عندي الماء مغلي، غادي نكب الماء على البلبولة، نغطيها كلها وغنخليها واحد ربع ساعة بالماء كنا هانتوما كتشوفو. تنديرو نحيد داكشي لي طالع الفوق وتابعو معنا ربع ساعة إن شاء الله. تبع معنا التتمة ديال الحريسات تاع الصير بالخميرة البلدية والبصلة التوابل. نتمنى يعجبوكم ومرحبا بكم، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو. شكرا للمتابعه ديالكم. المهم غنخليو البلبوله ديالنا ها هي، غادي نخليوها تشد شويه راسها. هانتوما كدير الماء الطايب، هي الصراحه كتهي رطبتيها بكري راه غتخليها غير في الماء العادي، ولكن انا من انني جربانه بغيتها درت لها الماء الطايب هو. وغادي ان شاء الله غيتبرد شويه ويدير الماء المفعول ديالو باش ما تضرش النيت، ما ديرش الاسهال. هانتوما ما بقاو معنا ان شاء الله، نكملوا بلا رطابت لينا البلبولة مزيان ونتبع معكم الطريقه. مرحبا بكم والف مرحبا. هذه الخميره البلديه راني مصايباها غير التمر، اللي بغى يصايبها كدار بالتمر. صراحه كتجي زوينه، وديري جوج تمرات لثلاثه، حيدي لهم العظم وديري جوج معالق ديال الدقيق الصغير او الدقيق الكامل بالنخاله ديالو وشويه الفورص، صافي وخلطيها وخزنيها. وما ديريهاش في الزجاج لان كتفرقع يعني كتهرش لك الزازه. والله ما ديرها في البلاستيك، انا درتها في هذه القرعه ديال البلاستيك، هي مزيانه. البلبوله ديالي ها هي رطابت، خليتها قول 10 دقائق حتى 15 دقيقه ها هي ترطبات ونشفات من الماء. نسيت مقدمت لكم شي الزيتون الكحل، هو نقيته من العظام وطحنت واحد شويه. عندي شويه القزبر هنا خضر المعدنوش، ما بغيتش نديرو التوابل حتى ندي مع التومه شويه. هابط ليا الطونسيون تطيح ليا الطونسيون مع التومه، داكشي باش ما درت التومه. وعندي الزيت ودرت المقله دابا كتسخن، درت المقله هنا غندير شويه الزيت يسخن باش نسحر البصله، حيت خاصني نديرها طايبه كتزيد طايبه عاطيه واحد اللذه زوينه شويه. وعاد شويه تجيك العود. تابعوا معنا للاخير ومرحبا بكم. ها هي البلبوله ديالنا، ها هي شفتوها. غنزيد عليها دابا شويه الماء وغادي نزيد هاد الدقيق كله، غتبعوا معنا المراحل كلها وسمحوا لينا الا كان ساهلكم ومرحبا بكم. ها هي البصله ديالنا، الزيت درتو يسخن مزيان، غادي نزيد عليها البصله. ها هي ثلاثه البصلات او جوج ونص مقطعين، ها هما كبارين نحركهم ونخليها تقلى ونقلو التحريك. تابعو معنا للآخر. هنايا هو درت البلبولة ديالي هي يعني سرحتها، غادي نضيف عليها هاد التوابل كلها، غادي نضيف عليها هادشي كلو، البراد فورص الدقيق الكامل، دقيق الشعير، معدنوش جاف، الزعتر، كمون،
حب النافع، نافع الحبة السوداء، ها هما كلهم غادي نضيفهم هنايا. ندير شويه القزبر الخضر حتى نديرو نضيفو في البصلة. هنايا عندي، هنايا عندي الخميرة البلدية، عندي واحد شويه، واحد المعلقة ولا جوج هكا في وسط ديك الحموضة. تنديرو نجي فيها عاوتاني الدقيق، التشعير والخرس، ونعاود نغلق. صافي كنخلط هاد، كنخلط هاد الشي كلو باش يتجانس ليا. لما طابت ليا البصلة غنجي يدها عليهم ان شاء الله، باش تبرد شويه البلبولة متبقاش ليا سخونة. نخلط هادو البصلة ديالنا هاهي صافي تقز. كنخلطهم هكا حتى يتزينصو بما طابت ليا البصلة، كنخلطهم كلهم هكا. كتجيو عليهم البصلة تاهي مسحرة مزيان بالكامون، شوية الحار، ندير شوية الحار مع البرد. دابا بنادم راه كيتلدد الحار، نجيو نجمعو بشوية الماء. أنا دخلت فيها شوية النخالة وشوية ديال الطريق باش تجي مزيانة. صراحة راه مزيانين هاد الخبزات بزاف بزاف صحيين. بغيت نعجن دابا، بغيت ندخل فيها البصلة، بغيت غنطر معاها هكا مع بعضياتها. شتو شتو راه طابت البولة، طابت يعني مغتاخد ليش الوقت في الطياب. هادي البصلة ديالي سمحولي راه كنخدم بيض و كنصور بيض. البصلة كنقلقو الما مع الطحين، درت شويه ديال الكمون، ها واحد درت الكمون في الخليط ديال الزينه، درت شويه ديال السودانيه، درت شويه ديال الملح العربيه، ومع التحريك نضيف القزبر. زيت درتهم سهلة سهلة يعطيها الصحة وحبها. مشيت عندها مع الشبت لقيتها بجدعهم، قالت لي ما عندي نسختي ليلا ما صبحهم لي، كنت باش ما صبحهمش زوينة بزاف صراحة يعطيها الصحة. وكنت غادي ندير اليوم غنجيب زيت زيتون. صراحة مشيت مقدمتوش في اللوكول واحد نص كاس هكاك، هادي مغاديش يتربسو غيبقاو غي حر عيسات. هانتوما البصلة ديالنا هي كتسحر، كنت ندير فيها تحضير هنا على ما نخلع على النار ديالها. كنبسبس هدا اشبتو زيت زيتون مع هاد الشرعة الدقيق. نتمنى يجيو مزيانين، يعجبوكم، تجربوهم، تعطيو الرأي ديالكم، مرحبا بكم. وعاد عدي البلبولة باش نطلع لبن ونوضح لكم. ما خلطنا الزيت ديالنا ستو كملات.
الخليط ديالنا هو طاب ديال البصله، كنخدم بيد وحده قبلوا علينا. ندير هنا الزيتون، الزيتون الكحل ها هو، غادي نديرو ها هو، ندير هاد السلافه حتى هي. دابا غادي نبدا التخليط معاكم، البصله والزيتون غنخلطهم كلهم دابا مع هاد الحرشه هادي. ايوا قبلوا علينا، سمحوا لينا الا كنزهيوكم، شكرا للدعم ديالكم بزاف بزاف. شي سخون شنو دابا صراحه، هانتوما راه باقا ما جات لا ما لا والو، يعني غير بالماء اللي غطيت بيه البلبوله. الخميرة ديال الحلوى يعني خليتها هكا، غدي على الخميرة البلدية. الزيتون الكحل ندير شويه ديال الماء، هاهي العجينة ديالنا جمعناها بحال واحد شويه، حتى 10 دقائق عاوتاني بس تبرد واحد شويه البصلة. Oh, 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 oh
وهي النتيجة الأخيرة أخواتي إخواني ديال الحريسات ديالنا، هادو الحريشات تاع المقلة، البلبولة الحرشات بلبولة السعير درت فيهم خليط مشترك، دابا تشوفوا إن شاء الله في البداية، يعني بلبولة السعير بالدقيق الذرة الدقيق الكامل بشوية الفارس النافع الحبة السوداء الزيتون الأسود البصل، المهم هادي النتيجة. هذا الزيتون الأسود مطحون مع زيت الزيتون المعدنوس وشوية الزعتر، صراحة كيجي واعر في الدهن، دابا نصور لكم إن شاء الله تاهويا. وقبلوا علينا هادو ديال الفران، درت النص على المقلة ودرت النص على الفران، يعني تقدري تستافدي بيهم. وبصحة والراحة وتبارك الله عليكم، صراحة جاو زوينين ولداد، تبارك الله على سلمى، سلمى بنت سعيدة الله يعطيها الصحة، الصراحة جاوز لدادين. أنا كنت كنديرها ممكن كنديرها كبيرة، ما درتش فيها كلشي هاد السوا، ولكن الصراحة جات زوينة الله يعطيها الصحة. وشكرا لكم المتابعة ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو، ومرحبا بكم وألف مرحبا، وشكرا للدعم ديالكم المشاهدة ديالكم على خدكم علينا. في أمان الله ورعايته. داكشي كيبان لكم راه ماشي حراك، راه زيتون اسود، يعني الزيتون حنا كنقولوا ليه تمتمرات، او الزيتون الاسود او الزيتون الكحل كنقولوا. ها هو يا الزيتون عوزتو مطحون بزيت الزيتون والزعتر والمعدنوس، هادو ديال الفران، هما هادو شو جو زوينين ومحمرين صراحه، جو واعرين. تقدروا ما تغليوش الماء، تقدروا ترطبوهم يعني بساعه قبل ولا نص ساعه، هما الصراحه قد ما رطابو قد ما مزيان. قولوا علينا مرحبا بكم، ونخليكم في امان الله ورعايته.